ارتفاع سعر الدولار هو اللي بيعمل ارتفاع في الاسعار، فبيعمل حاله ركود بالنسبه لكل السوق. والله تعتبر الضعف، يعني ما خلاص نشوف الدولار كان بكام، والنهارده لما حرروا سعر الدولار، سعر القماش النهارده ضرب فوق، بنطلون الجينز النهارده بقى الضعف تقريبا اللي احنا كنا بنبيعه جمله، احنا هنا شغل لنا جمله يعني سليم. حتى لجأنا دلوقتي للتصنيع المصري الى حد كبير جدا، بس طبعا الاسعار بتاعتنا اللي هي القماش كلها عاليه جدا جدا، التجار بقى بيتحكموا فينا لان مفيش استيراد. ربنا يسهل ان شاء الله. الدين اثر عليكم اكيد طبعا، النهارده تعويم الجنيه النهارده كان الدولار بكام بقى النهارده بكام سليم. ده بالاضافه زي ما قلت لحضرتك ان البنوك ما بتوفرلناش الدولار الكافي عشان تستورد سليم. النهارده كان الدولار بكام؟ كان بخمسه وبسته وبسبعه ومش عارف ايه، لغايه النهارده بقى ب16 و17، النهارده يمكن ثابت شويه ان هو بقى في حدود 16 جنيه تقريبا. فده رفع السعر الضعف تقريبا يعني. نسبة الإقبال هتبقى على الشراء؟ لا والله ده يمكن أقل من 50% كمان. بقت أقل من 50%. بتختلف من موسم لموسم ولا؟ لا هي مفيش اختلاف من موسم، هو طبعا هو موسم الصيفي يمكن أكتر شوية يعني في حركة أكتر شوية، لأن طبعا أنت عارف الاستهلاك، إنما الموسم الشتوي بيبقى أقل شوية إقبال، لأن طبعا فترة الشتاء بتبقى قليلة شوية مش زي فترة الصيف. سليم فالموسم بتاع الصيف بيبقى إلى حد فيه الحركة فيه أزيد شويتين يعني، وبعدين الحاجات بتاعة الصيفي أرخص شوية من الحاجات الشتوية. نسبة الخسارة عندكم قد إيه بعد التعويض؟ والله بص الخسائر والمكسب دي طبعا مش قادر أحددها، لأن طبعا دي بتيجي مع نهاية السنة بنقدر نحددها مع المحاسب القانوني للإدارية. بس مش خسائر، احنا هنقول ان مفيش ربح زي الاول يعني، انت عشان تيجي تاخد ربح النهارده مفيش يعني، دوبك حاجات بتطلع تكلفه دلوقتي كل الحاجات غلت. المنتج المحلي هو اللي مسيطر اكتر عن في الوقت الحالي. في الوقت الحالي المنتج، لان خلاص الناس ما بقتش تستورد لحد كبير طبعا عشان ارتفاع سعر الدولار. وربنا يسهل ان شاء الله، احنا بنتمنى من الحكومه انها تحاول بقى تشد حيلها شويه يعني. هو التصنيع المصري كويس يعني، لحد ما ان احنا الاتجاه للتصنيع المصري ده في حد ذاته كويس سليم، بس برضو الخامات والحاجات دي التجار الكبيره يعني مستوليه على كل الحاجه يعني، عايزين يبقى في رقابه شويه على السوق يعني.